ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد وفيديو النهارده للبنات، خاصة البنات اللي في الجامعة او البنات اللي في مرحلة الثانوي واللي شوية بيختلطوا اكتر او بيحتكوا اكتر بالمواصلات، لانه طبيعي مش شرط خالص عشان انت مثلا ساكنة في منطقة فتبقى الجامعة قريبة منك، وارد جدا ان هي تكون في مكان بعيد. انا كان مشوار الجامعة بتاعي بياخد ساعتين، ساعتين رايح وساعتين جاي، فاللي هو كنت بتنطط في مواصلات كتير، وكان دايما بيكون عندي كورس هنا، منحة هنا، ندوة هنا، فكنت دايما بحتك بالمواصلات. بصوا، التحرش في الشارع حاجة، والتحرش في المواصلات بالذات حاجة تانية، وده اللي انا هركز عليه النهاردة. انا ليه اخترت تحديدا ان انا اتكلم في الموضوع ده؟ لان هو موضوع مش صغير ومش هين ابدا. يعني في ناس بتقولي هو مختصبهاش، يعني ده مجرد تحرش وعدى وعادي، بس الموضوع ما بيقفش عند الموقف وموقف وعدى وخلاص. البنت بقى بتفضل بعديها حاسه ان جسمها ده مش ملكها، حاسه ان هي مكسوفه، حاسه ان هي اتاخد حقها وان اتجرحت كرامتها واتداس عليها وهي ما عرفتش تتصرف. بيفضل الموقف ده في ذهنها وبيكبر الموضوع ده معاها وبيتربى زي عقده كده جوه اي بنت تم التحرش بيها. وفي بنات بقى الموضوع بيكبر معاهم قوي لدرجه مثلا ان هي ممكن تتجوز وتبقى مشتاقه ان جوزها يقرب منها بسبب ان هي جسمها متلبس شويه من اللي حصل لها قبل كده. يعني هي بتبقى خايفه وبتبقى مش عايزاه يقرب منها، وبتبقى بقى شايفه كل الرجاله زي بعض، وممكن تكون خايفه ومش عارفه ايه السبب. فده وارد جدا يجي بقى الدكاتره النفسيين يقعدوا يحللوا ويقعدوا يسالوها، طب وانت حصل لك موقف وانت صغيره؟ طب حد ضايقك؟ طب حد اتحرش بيكي؟ لحد ما يوصلوا في الاخر ان هي فعلا كان في مره مثلا حد اتحرش بيها، وفضل الموقف ده جواها يكبر 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 وهي مش حاسه بيه لدرجه انه عمل لها عقده في حياتها. فانتوا متخيلين واحده اصلا ممكن حتى تتدمر بسبب موضوع زي كده؟ ان هي مش هتتفهم بقى انت يعني انا جوزك مش عايزاني اقرب منك ليه، مش هتتفهم بقى ان هي مثلا تعرضت لموقف وهي صغيره، فالموقف ده مؤثر فيها جدا. ممكن اي واحده تعرض للتحرش في اي وقت مهما كان سنها ايه، كبيره صغيره، في ناس اصلا ما بيفرقش معاهم. مفيش مجال دلوقتي ان احنا نتكلم عن الاحصائيات اللي بتتكلم عن مصر تحديدا، انه مثلا 95% من الستات والبنات تم التحرش بيهم، ده مش موضوعنا النهارده. هكلمك ازاي تتصرفي لو انت اتحطيتي في موقف زي كده، تعملي ايه؟ وليه خاصه بالكلام البنات اللي سنها صغير او البنات اللي في الجامعه؟ لان غالبا لو واحد مش محترم هيبقى شايفك ان انت لسه بنت ايه صغيره، فمش هتعرفي تتكلمي او تخافي ان انت تتكلمي او تدافعي عن حقك او ان انت تعلي صوتك ان هو يعمل لك حاجه، فهم بيستغلوا الضعف ده، فبتلاقيه على طول ماسك البنت بقى في الميكروباص او في اي مواصله وبيتحرش بيها. طيب خليني بقى اقول لكم على كام حاجه كده سريعا. اول حاجه، ما تعتمدوش على المظاهر ابدا. واحد كبير، واحد صغير، واحد بدقن، واحد بجلابيه، واحد عجوز، واحد مش عارفه عامل ايه، مش مقياس ابدا. انت ما تعرفيش اللي جاي عليكي ده، والله حتى بيبان من نظره عينيهم، سواء واحد كبير واحد صغير بيبان من طلعته كده وقعدته جنبك. وفي لا يعني بيستنى الدنيا تمشي تمام والميكروباص مثلا يمشي وبعد كده يبتدي في قله الادب والكلام ده. فانت مش عشان راجل كبير فتقولي لا خلاص بقى ده قد ابويا يعني هيعمل لي ايه. على فكره بيبقوا مراهقين اكتر من الشباب اللي في سن المراهقه. يعني انا اوقات بحس ان في شباب كده كويسين ومحترمين ما بشوفهاش من ناس كبيره كتير. فما تعتمديش على المظهر ده ابدا، ولا انه شكله كده ستايل ولابس حلو وشكله محترم فاللي هو مش هيقرب جنبي، والله احنا نحط النية الوحشة اثبت ان هو كويس خلاص يبقى بركة من عند ربنا وربنا رزقنا بواحد محترم. انت بتحتك في المواصلات كل يوم مع فئات مختلفة، مع عقليات مختلفة، مع ناس متربية وناس مش متربية، فانت مش عارفة في اليوم ده هيبقى قدرك مع مين. فلو طلع محترم خلاص بقى ربنا يسامحنا، وهو لو محترم بجد هيبقى مقدر اصلا اللي انت فيه ومقدر خوفك ومقدر ان انت قاعدة مثلا بتزنقي نفسك جنب الشباك او بتزنقي نفسك بعيد عنه في الكرسي بحيث ان هو ما يخبطش فيك، ويبقى فاهم جدا اللي ممكن نكون احنا بنتعرض له طول الوقت في الشارع وفي المواصلات، فمش هيتكلم، هو هيكتفي ان هو يبعد عنك. لكن لو واحد طلع مش محترم، اصل انت ما تفتكريش ان انت بيتهيألك، في الغالب بيبقى تخمينك صح، ومش شرط خالص يكون مش الشخص اللي قاعد جنبك، ممكن يكون مش الشخص اللي قاعد وراكي، فانت خدي بالك وخلاص. وبمناسبه المظاهر، كان في مره واحد كده شكله هيئته اللي هو شيخ صغير واللحيه قد كده ولابس جلابيه بيضه والسبحه في ايد والمصحف في ايد، وانا كنت قاعده في يعني في الميكروباص جنب الشباك وببص على الناس اللي طالعه بشوف ربنا هيوعدني مين، يعني يا رب يا رب واحده تيجي تقعد جنبي. جه هو قعد جنبي وهو من نظرته كده هو طالع يعني بلاش اظلمك، يعني انت شكلك والله يعني شيخ ومحترم فخلاص بلاش اظلمك. المهم طلع قعد جنبي، قعد ايه سايب مساحه ما بيننا وكله تمام. بعديها بشويه راح مسك مطلع المصحف
ماسك المصحف كده في ايده، والايد التانية اللي فيها السبحة هنا، وانا كنت قاعدة على شماله كده، وايه ايد ماسكة المصحف كده بتقرأ، والايد التانية حاططها في جنبي. هو طبعا ما لحقش، لان انا استفزني جدا ان هو يكون كمان منظرك كده وبتعمل كده، فلا يعني لا مش هسكت لك بقى باي حال من الاحوال. فخد اللي فيه النصيب، وكان الشخص اللي جنبه كان محترم فبدل معاه، يعني المفروض ان هو شيخ ده راح الكرسي اللي هو من بره وجاب واحد وسطنا. فمش عايزاكوا تعتمدوا ابدا ولا على مظهر ولا على سن الشخص اللي طالع يقعد جنبك. لو تقدروا تدفعوا كرسيين في المواصلات اللي انتوا بتاخدوها يبقى حلو جدا. يعني انا يمكن في فترة الجامعة وفترة الكورسات كانت شوية المواصلات تمنها هين، فكان بسهولة جدا اطلع اي اجدعها ميكروباص وادفع اتنين واقعد برنسيسة في نفسي طول الطريق. حتى كان مصروفي وكل حاجة خلصانة على المواصلات رايح جاي، ما بيفرقش معايا، المهم محدش يجي يقعد جنبي ويضايقني بالمنظر ده، وافضل قاعدة بقى زنقة في نفسي كده، وافضل عمالة اروح الناحية التانية لحد ما رجلي يجيها شد عضل. قلت مش فارق معايا كل الكلام، في داهية الفلوس، المهم ما اتعرضش للمواقف دي. فكنت على طول في معظم الاوقات باخد كرسيين، الا لو الدنيا زحمه وكده خلاص انت غصب عنك لازم هيجي يقعد حد جنبك انت ونصيبك بقى. فلو عرفتوا تاخدوا كرسيين تشتروا نفسكم وكرامتكم في ظل المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده، ونفوس المريضه وللاسف كبت وتخلف وجهل، ونيجي مثلا واحد يتكلم في حاجه لا ده عيب وحرام، وتنزل تشوف الناس في الشارع منتهى قله الادب يتعاملوا مع بعض. فاللي هو يعني احنا بس بالاسم ملايكه ومتدينين وشعب متدين بطبع، بس تيجي للتطبيق الواقعي والاخلاق والتعامل والكلام ده الموضوع مختلف خالص. معلش نيجي على نفسنا شوية ونشتري راحتنا ونطلب من بابا ان هو يزود لنا مثلا مصروف شوية بحيث ان احنا ناخد كرسيين على قد ما نقدر. ما قدرتيش تاخدي كرسيين، اول ما تطلعي تركبي حطي الشنطة كده بينك وبين اللي جنبك، يعمل بقى اللي هو عايزه خلاص، تبقى الشنطة كده وخلاص عارف ان انت واحدة نبيها. فاللي هو مش بسهولة لو جه مثلا ان هو يمد ايده او ان هو يضايقك او كده هيبقى عارف ان انت هتتكلمي، لان انت من الاول واخدة احتياطك وحاطة الشنطة وقعداله بقى ها وريني بقى انت هتعمل ايه. لو بيبقوا بقى برود منتهى البرود اللي هو تقعدي تكلميه تبصي له تعملي، وهو عمال يبص في السقف بيتامل في السقف بتاع الميكروباص، تفهموش بيبصوا على السقف ليه يعني، فبيفضلوا قلبين عبط. فانت يعني امشي ورا حستك، انت صح على فكره. حاجه كمان تاخدوا بالكم منها كويس قوي، وانت طالعه الميكروباص نفسه في وسط الزحمة دي، في ناس اساسا بتبقى مش عايز تركب مواصلات ولا اي حاجة ولا رايحة في اي حتة، بس هو داخل في وسط الزحمة يتحرش وخلاص. فانت خدوا بالكم وانتوا طالعين اساسا الميكروباص من الشخص اللي وراكي، الشخص اللي انت مثلا طالعه وراه على طول، لان بيزنقوا بقى وزي ما تيجي تيجي. فممكن لو لقيتي واحد شاب كده شكله محترم تقولي معلش ممكن تحجز لي جنبك عشان انا مش عارفه بس ادخل في وسط الزحمه، وارجعي ورا. فهو مجرد ما الميكروباص يتملي هتلاقي الشاب ده حاجز لك جنبه، فانت هتطلعي على طول هتركبي وتبقي قاعده برده ايه محرصة، او معلش استني لما الدنيا تهدى شوية وبعد كده تطلعي، لان برضو في الفقرة بتاعت ان انت طالعة الميكروباص دي بتلاقي بقى متحرشين في السكة كتير. عايز احكي لكم على حاجة، انا بابا يمكن احسن شخص في حياتي، وهو اللي علمني حاجات كتير، وفي نفس الوقت هو ما كانش حد بتاع مشاكل ولا ما بتاعت مشاكل ولا بتوع خناقات ولا الكلام ده خالص، طيبين بزيادة. فكان بيربيني على الطيبة دي، وفي نفس الوقت كان بيديني شوية ان انا انزل كورسات واروح مشوار هنا، ويقول لي اركبي المترو وروحي عند فلان واديله الورقة دي وخدي منه الورقة دي. كان بيحاول ان هو يجرأني، بس في نفس الوقت كان بيخوفني جدا. فكان يقول لي لو حد مثلا ضايقك ولقيت ان هو كبير كده وضخم وبتاع ما تتكلميش، اسكتي خليكي قاعدة، هيعملك ايه يعني اسكتي. كان بيقول لي كده فعلا، وانا لحد دلوقتي بقعد اقلمه اقول له انت يا بابا انت ليه كنت بتربيني على كده. وكان بيخاف زياده جدا، فيقول لي هو دلوقتي لو ضايقك وبعد كده انت جيتي تزعقي معاه فراح لطشك بالقلم او اداكي بالبوكس في عينك او ضربك او عمل اي حاجه، والناس قاعده بتتفرج، لان غالبا في الغالب بيبقوا قاعدين بيتفرجوا وسامعينك وشايفينك وانت عماله تهزقيه وتضربيه وتعمليه، ولا نادرا لما بتلاقي حد اتدخل. ده انا قبل كده كنت قاعده وواحده ست كبيره قاعده جنبي وانا قاعده في النص وجه شاب قاعد جنبنا، فانا عماله اتزنق في الست كده انت حبيبتي انت زي امي خديني جنبك طيب ابقى لازقه فيكي كده احسن ما اكون لازقه في الوقت. فكل شويه هو يتدخل عليا فانا اتداخل كده، هو يتدخل عليا فانا اتداخل كده جنب الست الكبيره نفسها، قالت لي في ايه يا حبيبتي هو هياكلك على طول. فانت ممكن تلاقي ناس بارده برود السنين ما يفرقش معاهم انت ايه اللي بيحصل لك ولا كرامتك ولا ان حد بيضايقك ولا الكلام ده خالص، وما يتدخلوش. فبابا كان بيخاف عليا من حته ان انا ممكن
اخد اكشن مع حد مثلا او زعق مع حد فيأذيني ومحدش يتدخل ومش هعرف اجيبه بعد كده. يعني قال لي هو مثلا لو عمل لك عاهه في وشك كان جيبه منين؟ ولا هنعرف ناخد منه ولا حق ولا بطل ولا حد هيدافع عنك. فكان بيخوفني، فقعدت فتره اللي هو خايفه وافضل بقى ممكن حد عمال يلزق فيا كده في الميكروباص ومش قادره اتكلم، وخايفه يضربني، خايفه يعمل حاجه زي ما كان بابا بيقول لي. فانا مش عايزاكم تبقوا جبانه، خدي حقك حتى لو على رقبتك. والحمد لله لما اتجرأت بقيت بقى ايه اساعد غيري كمان، وده اللي انا عايزه اقوله لكم. لو انت الحمد لله ربنا كرمك واللي طلع جنبك واحده ست او واحده بنت وقاعدين انتوا الاثنين متدافين مع بعضيكوا في الكرسي، ولقيتي مثلا اللي جنبك اللي جنبها بيتحرش بيها، او واحده مثلا قاعده قدامك وانت قاعده ورا اهو وجنبها واحد بيتحرش بيها، بيبان اصلا من نظره البنت. يعني بتقعد تبص له كده وهو ما فيش، تقعد تبص تقعد تتداخل كده وهو ما فيش، ما بيفرش معاهم الكلام ده خالص. فاوقات بنبقى خايفين لدرجه ان احنا مش عارفين نتكلم، فانت ساعديها. يعني انت مجرد اصلا ما هي تحس ان حد معاها، ان حد واخد باله، هي هتلاقيها اتجرأت هي كمان. واحكي لكم موقف حصل معايا. انا مواعيد الجامعه بتاعتي ثابته، يعني غالبا كنت ببقى هناك في الجامعه الساعه 9، فكنت منزل على 7 و10 كده الصبح. كان في واحد كبير بينزل في نفس الميعاد وعلى طول بلاقيه في نفس الميكروباص. فاول مره قعد جنبي في اول مره خالص لقيته عمال يزن يا حبيبي الداخل، مفيش ساك كده برود، يا عمي انا مش عارفه، ومحدش طبعا بيتكلم، برود الدنيا والاخر. حتى بقيت اشوفه مثلا المره اللي بعديها اشوفه قاعد في كرسي، اقعد انا في الكرسي التاني على طول. ففي مره كنت قاعده ورا خالص وجي الكرسي اللي جنبي اتملى، والكرسي اللي قدامي بقى لقيت واحده قاعده جنب الشباك وهو جه قاعد جنبها، وانا عارفاه، انا حافظه شكله بنضاره كده وشكله كده، شكله بهيئته كده، يعني اتحفر في ذهني خلاص، بشوفه كل يوم فخلاص عرفته. فجي قاعد جنب واحده، فهي انا واخده بالي بقى، يعني كتبت على الموبايل بسرعه وودته لها من الناحيه الثانيه من ناحيه الشباك، خدي بالك اللي جنبك ده متحرش. وهي ما شاء الله بتتوصاش، راحت جايبه الشنطه، اوعى كده بقى، روح لي كده في اخر الكرسي. كانت هي بقى ما شاء الله، يعني انا نبهتها، بس واضح ان حتى لو ما كنتش نبهتها هي كانت هتقوم بالواجب معايا. ابعد لي بقى كده، روح لي في اخر الكرسي، وقعدت بقى اللي هو ايه، قعدت بقى براحتها. في مره ثانيه برده كنت قاعده وشايفه واحده قاعده قدام واحد قاعد جنبها عمال يزنق فيها، والبت عماله حشره نفسها لازقه خلاص كده في الازاز من كتر ما هي زنقه نفسها بعيد عنه، وهو ما فيش، هي تبعد هو يقرب، هي تبعد هو يقرب. فالموضوع ما خدش دقايق، حسيت ان انا ضميري بيوجعني، البت دي مش هتعرف تتكلم، البت دي مش هتعرف تاخد حقها، انا هساعدها. رحت ايه خبطت لها كده على ايه، في حاجه ولا حد مضايقك؟ ها في، ومعليه بقى صوتي اللي هو ايه، بسمع اللي ورا واللي قدام واللي جنبها. اه لا ما فيش اهو، الراجل قاعد بعيد عني. وفي ما شاء الله بنات وستات بيلقطوا بسرعه، يعني اللي هو انت مثلا انا ما اعرفهاش ولا تعرفي، بس بتجاريني في الموقف وخلاص، بحيث ان احنا نخلص من الموقف اللي اتحطينا فيه ده. فعايزاكوا لو ربنا كرمك وسترها معاكي ساعد غيرك، لان اوقات فعلا بتبقى البنت متضايقه جدا ومكبوته جدا وخلاص هين عليها تعيط، بس مش عارفه تتكلم، خايفه. فلما تحس ان حد معاها هتلاقيها اتجرأت شويه. بصوا انا دلوقتي برضو حاسه ان الموضوع اتطور اكتر، يعني بشوف مثلا قصص ناس انه واحده مثلا كان واحد قاعد وراها بيتحرش بيها، هي ما استنتش عشان تتكلم معاه، هي طلعت الموبايل وصورت ايديه وبعدين يعني لفت له بقى، ها بقى انا ما عملتش حاجه، انا ما جيتش جنبك، قالت له ايدك اهي اهي صورة ايدك، وراحت منزلها على النت. واحدة تانية برضو واحد مزحلق ايده ما بين الكراسي من ورا، مسكت دبوس الطرحة وراحت غزاه. انا بصراحة ما اعرفش اعمل كده، بس في بنات فعلا بتعرف تاخد حقها. يعني ايا كان اتصرفي، اعملي اللي هتعمليه، اتصرفي، زعقي، اقعدي زعقي وخلاص في الميكروباص، حد عنده دم هيتدخل تمام، محدش اهو اديك عملت شوشره فهيكش. فلما تكوني مغلوله فرصتك ان انت تطلعي غلك في واحد زي ده عشان يتربى وما يعملش كده تاني مع بنات الناس. بس كده دي كانت كل حاجه عايزه اقولها لكم النهارده. اخر حاجه عايزه اقولها، خدوا بالكم من نفسكم يا بنات، خدوا بالكم من نفسكم كويس قوي، وشجعوا نفسكم كده وجرّوا نفسكم وساعدوا غيركم، وهتلاقوا ربنا ان شاء الله بيوقف لكم ولاد الحلال. بس في حين انه يعني ما فيش غير ولاد الحرام اللي في سكتنا، اتعاملي وما تسكتيش عن حقك، وما تسكتيش على ان حد ينتهك جسدك كده. الموضوع مش اغتصاب، بس برضو بتوجع وبتحس ان انت ازاي حد يلمسني كده، ازاي حد يعمل فيا كده وانا مش عارفه اخد حقي. والموضوع بجد بيعمل عقد ممكن تكبر معانا لدرجه لا تتخيلوها، وقصص حصلت كتير. وبيرجعوا لاصل المشكله ايه، بيلاقوا
ان مثلا كان تم التحرش بيها، حد تعرض لها مثلا بلفظ خارج. يعني اوقات في الشارع بقول مثلا لو انت ماشيه وواحد اديكي كلمتين مش مريكش، ولا واحد في الشارع كان ما عملش حاجه ما قربش منك، مش مهم، مش لازم تقفي يعني. لكن وانت في ميكروباص ولا في حاجه، لا لازم تاخدي موقف ولازم تتصرفي على قد ما تقدري. ما تخافوش، انتوا اللي معاكوا الحق، فاللي معاه الحق مع ربنا، واللي مع ربنا عمره ما يخاف. بشكركم جدا، اشوفكم الفيديو الجاي على خير.